السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طلاب، هاي تعتبر مقدمة او نظرة سريعة لكل طالب مرحلة اولى. لازم من يبلش يقرأ الادب شوي راح يعاني يعني من بعض المصطلحات وشي. فانت اول يعني هاي اول ما تبلش تدرس الادب لازم تطلع على هذا على هاي المقدمة، اللي هاي تشرح تفاصيل القصيدة، مكونات القصيدة، لازم كل طالب يعرف. وأكو هاي مصطلحات مهمة اللي هسه أنا كاتبهن، لأني راح نشرحهن بالتفصيل، اللي هي مثل الستانزا، الفوت، ستريس سولبل، رايم، ستريس، رايم سكيم، شنو الرذم، شنو اللاين. لأني كلهن لازم راح اشرحهن بالتفصيل، بس هسه نظرة عامة راح اشرح لك يعني بصورة سريعة نظرة عامة، ونو بنبلش نشرحهم كل واحدة بمقطع وبالتفصيل. ملاحظة مهمة شباب، خاف المقطع مثلا دقيقتين 3 دقائق ويقطع الصوت او ما مكمله. فانا عندي مشكلة بهذا البرنامج، ما تسجيل الصوت او تسجيل الشاشة العفو، فما يكمل. فالتكملة انزلها وراء، يعني كل مقطع او كل موضوع مثلا هاي مقدمة، اذا ما كملتها اكتب مقدمة رقم 2 بمقطع ثاني. اوكي، هسه نبلش. هاي قدامكم قصيدة، اوكي، هاي ابيات شعرية جاي تشوفون. هاي اذا هذا يسموه لاين، البيت الشعري اسمه بالانجليزي لاين. اوكي، هسه هاي اذا هذا تو لاين، ثري لاين. اوكي، نجي اول فقرة الستانزا. شنو الستانزا؟ الستانزا يعني هو التعريف مالته، is a group of lines that are linked together often by thought. يعني هي مجموعة من الأبيات الشعرية اللي تقريبا نفس الفكرة، يعني شلون نفس الفكرة على نفس الموضوع. مو شرط انه يصير 3 لاين، هسه جاي تشوفون كل 3 لاين هاي ستانزا واحد، لا، مرات مثلا يصير 4 أبيات او 5 أبيات، انه بيصير فراغ. هذا الفراغ اذا هاي الـ3 أبيات هسه تحكي على موضوع معين، مثلا البعثة الفكرة تختلف. فالستانزا هي مجموعة من الأبيات الشعرية اللي هنا بالقصيدة، القصيدة بها هواي أبيات. فمن يجزئ لك الأبيات مثلا 4 سوى أو 3 سوى يجزئهن، إذا الستانزا الأولى تختلف عن الستانزا الثانية، يعني كل فراغ تختلف. راح نشرحها بالتفصيل بعدين، بس هسه بصورة عامة. إذا الستانزا هي مجموعة، إذا شفت أنت فراغ هذا إذا هاي ستانزا واحد، الفراغ الثاني ستانزا تو. هسه هاي القصيدة إذا طلب منك الأستاذ قال لك كم ستانزا، شوف كم فراغ، إذا هاي 3 ستانزا. أوكي، إذا هاي فقرة. نجي إذا تشوفون هاي العلامات، شنو هذا؟ علامة اسحولي ستريس سيلبل. ستريس سيلبل يعني شنو؟ يعني نبرة قوية. شلون هسه هاي الكيربا حاط لها ستريس سيلبل، راح اقول لك شنو ستريس سيلبل. هسه مثلا كير، شوف كير وشوف اف، كير اف، شوف كير نبرة قوية. اوكي، واف اف، شوف نبرة ضعيفة. اذا الكير هاي يسموها ستريس، ستريس معناه نبرة قوية، ستريس سيلبل نبرة قوية. اوكي، اف نبرة ضعيفة. شلون بعدين اعلمك بالتفصيل شلون هسه انا يعني كاتب ذني. هاي بعدين الاستاذ يطلب من عندك كم فوت بالقصيدة، وشلون طلع الستريس والانستريس من القصيدة، كل سهلة نشرحها بالتفصيل بعدين. عندنا شنو الفوت؟ الفوت هو شنو الفوت؟ يتكون من عدد السيلبلز. سيلبلز شنو لنا سيلبلز؟ سيلبلز نوعين، ستريس قوي او نبرة قوية، وان ستريس اللي هي نبرة ضعيفة. اذا الفوت مرات الفوت الواحد باكثر من، هسه شوفوا هاي مقطعين، هذا ستريس قوي وضعيف مأشرين، اذا هاي فوت رقم 1. مرات باللاين الواحد يجي 5 فوت، 3 فوت، 2 فوت. هم اشرح لكم شنو معناها اذا صارت 3 فوت، اذا هذا نوع معين من الفوت، بين انواع من الفوت. اوكي،
بعدين نشرحهم بالتفصيل، بس اعرف شنو الفوت، انه الفوت يتكون من عدد من السليبرات السليبرز. اوكي، عندنا الرادم. شنو الرادم؟ الرادم راح اعطيك مثال. اول شيء هو الرادم معناه ايقاع القصيده، الرادم اللي هو معناه ايقاع القصيده. شنو ايقاع القصيده؟ خسالفها بالجلفي، القصيده الحسينيه او القصائد او لغان الراب. اذا تشوف الدقه مثلا القصيده الحسينيه على سبيل المثال، اللطم من يقرا القارئ، فاللطم مو يصير بين يعني شلون وقت بين لطمه ولطمه، وقت ثابت مثلا 5 ثواني كل لطمه، هذا يسحول ايقاع القصيده المنتظم يسموه الايقاع. اوكي، اكو اغاني الراب تسمعون نفس الدقه يصير منتظمه، دقات منتظمه، اذا هذا الرذم اللي هي ايقاع القصيده. نجي المن بعد، هسه عرفنا الرذم شنو اللي هو ايقاع القصيده. نجي للرايم. شنو الرايم؟ الرايم كلنا احنا دارسين ادب العربي باللغه العربيه، هو شنو الشعر العربي؟ دائما نهايه كل بيت شعري عربي او شعبي لازم تكون القصيده بالاخير قافيه. اوكي، وزن وقافيه، انه الوزن مال الكلمات متشابه. مثلا بير اير، شوف بير اير، شوف دارك كارك، جراي واي، شوف نفس الوزن والقافيه. هم نشرحها بالتفصيل بعدين، بس انه كل سهله القافيه واضحه، يسموها الرايم. الرايم القافية، لازم القصيدة تكون يعني قصيدة بدون رايم بعد متى. الرايم سكيم اللي هو شنو؟ مخطط القافية، اذا او جدول القافية. هسه دا تلاحظون هاي البير وهاي الاير نفس الشيء، شوف خليت لهن اي ثاني شابه، الدارك والكارك نفس الشيء خليت رمز لهن بي. فالرايم سكيم يرمزونه بالاي بي سي، كل اول اثنين من الشابهات تسوي لهن اي، ثاني المختلف الرايم الثاني هم تخليه. هذا يسحب له جدول بعدين هم ندرسه بالتفصيل. اوكي، هسه عرفنا الفوت، عرفنا السيلبل، عرفنا السترس يو نو، عرفنا الانسترس يو نو، عرفنا الرايم، عرفنا الرذم، عرفنا الستانزا. اوكي، هاي بصوره عامه القصيده، واضح؟ كل السهلة هسه راح نبلش نشرحهم بالتفصيل. اوكي، ها بعد شغلة الميتر هم راح ندرسه بالتفصيل، وانواع الميتر، لان كل السهلات فلا يضل بالكم، ان شاء الله نشرحهم بالتفصيل بطريقة سهلة ان شاء الله.